هو انت ينفع لما باب التلاجة يعلق تروح تجيب نجار يصلحه؟ ولا خرطوم المية في العربية لما يضرب نجيب سباك يعمله؟ أكيد لأ، ده حتى المثل بيقول إد العيش لخبازه. يعني لو عندك مشروع تجاري في أي مجال وحابب تنجح، عليك وعلى شركة أميزديا. أميزديا شركة تسويق إلكتروني وإعلامي، هتوصلك بكل الناس في أي مكان وبأقل الأسعار. مع أميزديا هنعمل لك حملات ممولة على كل مواقع التواصل الاجتماعي وعلى قناة تلفزيونية معروفة. عندنا كمان إدارة كاملة لصفحات الفيسبوك، تصميم ويب سايت، فيديوهات تصويرية وموشن جرافيك. كل اللي عليك تعمله إنك تعرفنا طبيعة مجالك وشغلك، وإحنا هنوصلك بالعملاء بتوعك. مشاهدينا اهلا بيكم وحلقه جديده ونجوم على الهواء. من كام اسبوع كده كان منورنا ومشرفنا في الاستوديو مجموعه زين لاداره المشروعات، والحقيقه ان انا اتفاجئت لما قعدنا اتكلمنا في البرنامج وفي الحلقه بكم القطاعات، يعني انا استغربت بصراحه بكم الانشطه اللي هي عندهم. فالحقيقه ان احنا قررنا ان احنا يشرفونا مره تانية عشان يعرفونا اكتر عن الشركه وكمان نتعرف اكتر عليهم شخصيا. فمنورنا النهارده مستر احمد زين نائب رئيس مجلس الاداره، اهلا وسهلا بحضرتك. ومشرفنا طبعا مستر محمد فوزي مدير عام الشركه، اهلا بحضرتك. ومشرفنا بقى اول مره النهارده مستر محمد زين نائب رئيس مجلس الاداره، شرفتنا. ان شاء الله تبقى حلقه كويسه وتتبسط معانا ان شاء الله. ان شاء الله مستر احمد، المره بقى اللي فاتت كنا بنتكلم بس النهارده عايزين نتكلم اكتر، فيا ريت تكلمنا اكتر عن الشركه. هي مجموعه شركات تم دمجها تحت مسمى اسم شركه مجموعه شركات زين، وهي عباره عن شركه تسويق عقاري زي شركه تسويق عقاري، وشركه خدمات عامه، وشركه تعقيم ومكافحه حشرات وقوارض، وشركه حراسات ونقل اموال، وفي شركه للطاقه البديله. حلوة قوي بجد. لا بجد انا يعني من الحلقه اللي فاتت وانا بجد كنت لازم يعني تشرفونا تاني عشان بنتكلم عن القطاعات الكتير. طب ممكن حضرتك تكلمنا عن القطاع اللي انت مسؤول عنه؟ انا مسؤول في الشركه دي عن قطاع الامن، الامن والحراسات ونقل الاموال. احنا اندمجنا مع شركه اسمها شركه لينوس، هي شركه رائده في المجال للحراسات، واحنا لما اندمجنا معاهم عملنا اعمال كتير، زي دخلنا مناقصات على مولات كتير في القاهره هنا، وقرى سياحيه وفنادق سياحيه كتير. حلو قوي، ميرسي. مستر محمد حضرتك اول مره تشرفنا، ممكن تعرفنا كده وتعرف الساده المشاهدين على حضرتك؟ انا محمد زين سرحان، نائب رئيس مجلس اداره مجموعه شركات زين للخدمات واداره المشروعات وتطوير المشروعات. انا مسؤول عن تطوير المشروعات واداره المشروعات، معانا فريق عمل قدر ان هو ينزل السوق يعرف السوق محتاج ايه، ازاي نقدر نطور المشروعات. في مشاريع كتير شغاله بس محتاجه تطوير، ريت الانتاج بتاعه مظبوط وتمام بس مش بيكسب كويس. احنا النهارده بننزل السوق نعرف هو محتاج يغير ايه، يعدل ايه، بدل ان هو ريت الانتاج بتاعه يعلى والبروفيت بتاعه في نفس الوقت يعلى. احنا معانا فريق عمل من اول التسويق لحد المبيعات، ماسك المشروع من اول الاداره، مبيعات، تسويق، بحيث ان احنا نقدر نوصل بالمشروع او المصنع او السي هو بيعمل ايه، ان احنا الريت بتاع الانتاج بتاعه يعلى، البروفيت بتاعه يعلى. حلو قوي. وماسك شركه مكافحه الحشرات والقوارض والتعقيم، ودي احنا طبعا بنعقم بمواد كلها مصرح بيها من وزاره الصحه، مصرح بيها عالميا. المواد اللي بنستخدمها كلها في مواد ما فيهاش كلام بصراحه، كلها حاجات كويسة جدا مصرح بيها من وزارة الصحة، دي أهم حاجة بالنسبة لنا طبعا. ومن هنا احنا أي حد الفترة الجاية عنده كورونا احنا بنساهم في الموضوع ده بصراحة، ان احنا الفترة الجاية أي حد عنده كورونا احنا هنعقم في نطاق الأليوبية ونطاق منها بالتحديد فور فري. حلو قوي بجد. هو حقيقي احنا الفترة دي بالذات محتاجين جدا موضوع التعقيم والتطهير عشان جائحة طبعا كورونا، فيعني ان انتوا بجد عاملين حاجة كمان فري عشان ممكن ناس ما تكونش مقتدرة ان هي بالزبط. تعقم. واحنا برضو ماشيين في اتجاه موازي مع الدولة ان احنا بنساعد في الموضوع ده. حلو قوي بجد. ما عشان كده والله انا فاكر المرة اللي فاتت لما انبهرت بالخدمات فعلا. طب ممكن تكلمني عن القطاع اللي حضرتك مسؤول عنه؟ انا شغال ماسك قطاع تطوير المشروعات وادارة المشروعات، انا معايا فريق عمل بينزل السوق يعرف السوق محتاج ايه،
احنا نقدر نقدم ايه؟ دلوقتي في شركات شغاله كتير بس مش بتعلى، الريت بتاعه مش عالي، مش عارفين يعني ايه نقطه الضعف اللي عنده. عنده في قصور في حته، في الاداره، في المبيعات، في التسويق، في قصور في حته ما. احنا الموضوع بتاعنا احنا بنمسكه من اوله، من اول انت بدات ليه؟ ما حضرتك النهارده فتحت مشروع ليه؟ صح، في ناس فاتحه مشروع عشان تخرج بره بطاقه الوظيفه الحكوميه، في ناس النهارده بتفتح مشاريع عشان هو عايز يفتح مشروع، بس الهدف الرئيسي الاساسي والمهم ان المكسب. صح طبعا، هو اي حد بيفتح مشروع عشان فعلا. وفي كمان بحس ان في ناس بيبقى عندهم حلم وفكره بتكون بيرفكت بس هو مش عارف يتوجه صح. في شباب كتير عندهم افكار كويسه جدا بس ما فيش حد بيدعمه في ظهره. صح، هو مين؟ استاذ محمد معاه فريق عمل بروفيشنال في السوق، في دراسه السوق من ناحيه التكاليف والانتاج، بيشوف الشركات اللي في شركات قائمه شغلها مش مظبوط، يعني مش مرجو الانتاجيه بتاعته، ممكن يكون انتاجه اعلى من طاقه السوق، فهو بفريق عمله بيدرس تكاليف المشروع، بيدرس ازاي يطور من نفس المشروع القائم، لان في مشاريع كتيره قائمه ما بتيجي نتيجتها مش حلوه. شغله كله وتركيزه مع الفريق بتاعه، هو معاه فريق بصراحه ما شاء الله عليهم بروفيشنال جدا في السوق، حاجه حلوه قوي، بينزلوا يدرسوا السوق كويس جدا، سواء للي عايز يعمل مشروع جديد هو بيبقى الاستشاري بتاعه أوي. الى جانب المشاريع القائمه بيطور من ادائها جدا، بيشتغل على السوق من ناحيه التكاليف ومن ناحيه الشغل كله، ان هو يبدا شغله على السوق اللي موجود حاليا، ايه التطوير اللي هيطوره. هو ده الفريق اللي مع محمد. حلو جدا، حاجه بروفيشنال واي حاجه بتبدا كده انا بحس ان هي بتبدا صح. البلد مليانه شركات ومصانع بس مش كله شغال. صح، عندك حق. ليه افتح شركه او مصنع لما ممكن نزود ونعد ونطور نعلي احنا فيها عندنا ونطور. مشكله في مصر اللي بينجح يفتح مشروع وينجح فيه، اول ما بينجح وبيبدا يشتغل اللي جنبه بيشتغل نفس النشاط نفس النشاط فعلا. نفس النشاط، مفيش حد بيفكر ان احنا نفتح حاجه خدميه نخدم حاجة كلنا على بعض، كلنا نشتغل. صح، عندك حق. على فكره عجبتني جدا حته ان احنا نخدم على بعض دي، ما هي دي فكره مشروعنا من الاول. لا عجبني جدا. طب قبل ما ندخل فيها اكتر نرجع تاني لموضوع التعقيم. ما هو بص احنا طول ما في كورونا يبقى كلامنا الاكتر عن التعقيم والتطهير. هو احنا معانا فيديو ممكن نعرضه حضرتك تكلمنا عليه؟ يا ريت لو جاهز نتكلم عليه وبعدين نرجع بقى تاني. اتفضل. ده ايه؟ حضرتك تشرح لنا. حضرتك دي هي جامعة بنها. تمام. عمالة نظافة والتعقيم والتطهير. حلو قوي. طبعا لان الجامعة اكتر الاماكن اللي فيها تجمعات. ده فريق طبعا العمل اللي عندكم. فريق عمل حاجة جميلة. وكانوا متعاونين بقى؟ طبعا. هو بيبقى كنترول معاهم، هم بيحددوا الشغل وبينظموه عن طريق الناس اللي شغاله معايا. مدير شركه التعقيم معانا بيبقى نازل بيفحص المكان الاول، وبعد كده الرجاله بتاعته بتبدا تنزل تشتغل. حلو، يعني انتوا كمان بتفحصوا المكان قبل ما بتروحوا تعقموه؟ طبعا. يعني انا والله المره اللي فاتت فاكر مستر محمد لما قلت لكم ان حسن شغالين صح. الحمد لله. حلو قوي. بنحاول بتاخدوا بقى طبعا الماتيريال في تاني مره ونعقم بقى كل حاجه. بالظبط، وكل الماتيريالز كلها مصرحه من وزاره الصحه ومصرحه بها عالميه. حلو قوي، يعني اهم حاجه طبعا ان هي تكون مصرحه من وزاره الصحه. وطبعا الفريق بقى اللي موجود ده هو عارف هو بيعمل ايه، يعني قصدي ان هو يعني اتدربوا على لازم يبقى اتدرب الاول قبل في الفتره الاولانيه، لازم بياخد فتره تدريب معانا. حاجه جميله قبل ما ينزل السوق لازم ياخد التدريب. حاجه جميله جدا. مستر محمد المره اللي فاتت الحلقه اللي فاتت طبعا حضرتك كلمتني، انا انبهرت لان انا شفت في حضرتك شويه افكار مش موجوده في مصر، ويعني انا بجد انبهرت المره اللي فاتت، حتى قلت لحضرتك لو فاكر افكارك انا اول مره يعني اسمعها هنا موجوده عندنا في مصر. فممكن بقى المره دي تعرفنا شويه عنك؟ بصي، هو انا ماسك مدير عام المجموعه. تمام. المجموعه عباره عن مجموعه شركات، شركه امن وحراسه، شركه تعقيم. دور المدير العام المجموعه ان هو يتواصل، يبقى حلقه الوصل ما بين المجموعه كلها، الشركات المجموعه والاداره العليا، نواب رئيس مجلس الاداره ورئيس مجلس الاداره، توصيل الشغل اللي ما بيننا، احنا حلقه الوصل اللي بتوصل ما بين الاثنين، الى جانب الخدمات العامه اللي احنا شغالين عليها. يعني حضرتك بس مش مكتفي ان انت مدير؟ لا انت لازم انزل
مع الشباب أحمد ومحمد بصراحة طاقة ما شاء الله عليهم، شكلهم باين بيشتغلوا كل طاقتهم، مركزين كل طاقتهم في الشغل في خلق فرص عمل كتيرة. هو فكرة الشغل حلاوتها في إن احنا وفرنا فرص عمل لقطاعات كتيرة، وقطاعات كانت محتاجة الشغل، وقطاعات جديدة يعني الأمن والحراسة مثلا، توفير أفراد أمن ده من مسؤولية أستاذ أحمد، التعقيم والتطهير وشغل إدارة التسويق وإدارة المشروعات من اختصاص أستاذ محمد. هما بيعملوا خلق فرص عمل لشباب كتير، دي حاجة هي ده هدف الرئيسي للشركة. طبعا أستاذ محمد اتفاجئنا دلوقتي في الحلقة بموضوع التعقيم لحالات الكورونا مجاني ديت مفاجأة جميلة من الشركة، دي طبعا حاجة محترمة جدا، دي حصري للبرنامج بقى. طبعا هي احنا اتفاجئنا دلوقتي بالموضوع ان هو خصص الحلقة ان هي تبقى دعاية لكل الناس اللي عندها حالات كورونا ان احنا هنعقم لهم اماكنهم فري، رغم الموضوع ده يعتبر مكلف مرسي بجد. فهو محمد من الشخصيات الشباب الطموح اللي بيشتغل يعني في الحالة الإنسانية، الناحية الإنسانية عندهم حلوة. أيوة فعلا، فهي ديت الجميل في الموضوع، في فرص عمل كتير. احنا ممكن كبرنا شوية فبنبقى قاسيين شوية في التعامل مع الستاف اللي شغال، هم الناحية الإنسانية عندهم كويس. هو أنا بحس إن أي حد الحتة الإنسانية عنده لما بتكون عالية بحس إن الناس بتحبه، والكرو بيحبه، فريق العمل بيحبه. فمش بس بحس إن هو بيشتغلوا عشان فلوس أو عشان مرتب، لا، إن هو لا، أنا بحب مديري أو بحب الشباب لما بيسافروا، ما بيروحوا دبي بيحيرونا في الشغل، الفريق العمل بتاعهم الاثنين بيحيرنا في الشغل، ما بنعرفش عشان هم عرفوا التواصل ما بينهم وما بين فريق عملهم كويس جدا. حاجه حلوه جدا. طبعا لما اكون بشتغل تحت قياده حد انا بحبه، انا هدي كل اللي عندي بالزبط. علشان اثبت له ان انا بحبه، وعشان انا بحبه من جوايا وحبيت شغلي. فعلا هو حبيبني في الشغل، وده اساس. انا شايفه ان ده اساس اي حد قائد عايز يبقى ناجح، بالظبط، ان هو فعلا يخلي كل الكرو يحبه. بالظبط، دي اهم حاجه. مستر طقم بقى معايا حلو قوي بجد. مستر محمد، انا عايزه اقول لحضرتك من المره اللي فاتت ان حضرتك مثقف يعني حتى حتى واحنا بنتكلم انا بحس ان حضرتك فاهم انت بتعمل ايه، ودي بتبقى حاجه كمان قليله لما بيكون في مدير عام ان هو واخد بوزيشن ان انا مدير عام. ما لا حضرتك بصي، هو الفكره كلها احنا شركاء نجاح مع بعض، فعلا يا ننجح، وده اللي بننجحكم على فكره، نشارك مع بعض في النجاح. مشاركتنا، انا خايف على الطاقم اللي معايا والطاقم اللي معايا خايف عليا، هننجح، نبقى مشاركين. لو انا تعاملت من منطق المدير فقط انا خسرت حاجات كتير. فعلا، عشان كده انا قلت لحضرتك ان حضرتك مثقف. احنا ممكن نروح فاصل صغير ونرجع تاني على طول، استنونا. نجاح، هو انت ينفع لما باب التلاجة يعلق تروح تجيب نجار يصلحه، ولا خرطوم الميه في العربيه لما يضرب نجيب سباك يعمله؟ اكيد لا، ده حتى المثل بيقول ادي العيش لخبازه. يعني لو عندك مشروع تجاري في اي مجال وحابب تنجح، عليك وعلى شركه اميزديا. اميزديا شركه تسويق الكتروني واعلامي، هتوصلك بكل الناس في اي مكان وباقل الاسعار. مع اميزديا هنعمل لك حملات مموله على كل مواقع التواصل الاجتماعي وعلى قناه تلفزيونيه معروفه. عندنا كمان إدارة كاملة لصفحات الفيسبوك، تصميم ويب سايت، فيديوهات تصويرية وموشن جرافيك. كل اللي عليك تعمله إنك تعرفنا طبيعة مجالك وشغلك، وإحنا هنوصلك بالعملاء بتوعك. رجعنا لكم تاني ولسه مكملين معاكم الأحلام والأفكار اللي تحولت لحقيقة والحياة الجميلة اللي احنا شايفينها دي. طبعا احنا خلاص فاضل كام يوم وهنخلص 2020 وداخلين على 2021، فممكن نسأل مستر محمد، ايه أهدافك للسنة الجديدة؟ والله احنا بنحاول نعمل اتصالات
مع مؤسسات الدولة ومع البنوك، بحيث ان احنا الفترة الجاية عايزين نخلق اكبر كم من فرص العمل للشباب بالذات في المشاريع متناهية الصغر، وده اللي احنا دلوقتي بندور عليه، ان البنوك هتساعدنا، ده اللي احنا بنسعى عليه، هنوفر فرص عمل كتيرة جدا ان شاء الله بالمشاريع متناهية الصغر. دي حاجة حلوة، لان الشباب محتاج يغير فكره النهارده بالزبط. في شباب كتير قوي عندهم افكار بس محتاج حد يدعمه. بالظبط، ان شاء الله احنا هنحاول نوصل لده. وكمان عايز اقول حاجه، احنا الفتره اللي فاتت كلها يمكن من وقت اول يوم في كورونا في ناس كتير جدا يا سابت شغلها يا فقدت شغلها فعلا يا قعدت، فان انتوا بتخلقوا فرص عمل جديده في الوقت ده بالذات، ده وقت قاتل، فدي حاجه حلوه جدا. ما ينفعش النهارده نعتمد ان احنا نستنى وظيفه حكوميه او وظيفه خاصه، لو عندك فكره احنا ممكن نبدا معاك فيها بمساعده طبعا مؤسسات الدوله والحكومه ان شاء الله والبنوك، احنا ده اللي احنا بنسعى ليه دلوقتي. حلو قوي بجد. طب مستر محمد، ده هو اكيد كل حاجه حلوه واي فاونديشن في الدنيا بيبقى كويس وناجح فيه اكيد عواقب بتقابله. طبعا. فممكن تكلمنا لو في عواقب؟ طيب، هو احنا محمد دخل في موضوع المشروعات المتناهيه الصغر. احنا كمجموعه شركات زين الدعم المالي مش هقدر اوفر كل فرص العمل للشباب. عندنا اجهزه، عندنا مشاريع صغيره بتعتبر حاجات بسيطه جدا محمد درسها، بس هي محتاجه راس مال، فاحنا بنتواصل. هو دي كانت امنيته بقى في 2021 ان احنا نتواصل خلق فرص تمويل للمشروعات دي مع شباب بيبدا حياته بضمانات اللي الدوله هتشوفها، بحيث ان الشاب ما يبقاش تركيزه على الوظيفه. هو يعني مشكلتنا اللي عندنا في مصر ان احنا عايزين الشاب يطلع يتوظف في الحكومه، هي دي ازمتنا دلوقتي. الحكومه مش هتعين كل الشباب، صح؟ احنا بنخلق فرص شغل، يبقى شغل انتاجي بشويه حاجات بسيطه جدا وشويه مكن واجهزه بتتعمل هنا في مصر. يعني احنا بنشغل اللي بيعمل المكن وبنشغل اللي بيشتغل عليه ويدرس، وبندرس له السوق اللي يسوق فيه. فكل تركيزنا في الفترة اللي فاتت في تطوير مع أستاذ محمد زين ان احنا نشتغل نوفر مع الشباب توفير راس المال اللي يوفر له الجهاز اللي هيشتغل عليه، واحنا بدورنا كشركة زين طرق تسويق المنتج ليه بحيث ما يعملش حاجة خارج الصندوق يقف، لأن مشكلتنا المشكلة دلوقتي إن الشاب ممكن خارج مش عارف، هو عايز يعمل حاجة بس مش عارف، عايز يبدأ حياته بس مش عارف، صح؟ بنشوف له المشروع اللي يبدأه، بنساعده في إدارة المشروع وبنساعده في تسويقه، والموضوع بيتطور. بدأ في مثلا في سيف إنتاج سلعة، والله لقينا السوق متقبل بنكمل معاه بندعمه ينتج يكبر، يا إما يكبر إنتاجه يا إما يزود إنتاجيته في منتج تاني. طب بما ان احنا بنتكلم بقى عليهم وعلى الشباب، وان احنا ممكن نحطهم، يعني انتوا كده بتحطوهم على اول خطوة، يعني بتوجهوهم. طيب، في شباب بقى كتير بحس ان هم اصلا مش عايزين يشتغلوا، وفي بيبقى عندهم افكار حلوة جدا. يعني انا ساعات بقعد مع حد انا بنبهر بافكاره بس هو كسلان. فحضرتك كده ممكن تقول لهم كلمة او توجه لهم نصيحة؟ احنا مش عايزين احباط، هم الشباب محبط لان كل تركيزه انا والدي كان موظف في الحتة الفلانية، انا عايز اطلع اشتغل مكان والدي، انا عايز ساعة وارجع الظهر او العصر اشرب واشرب قهوتي وسلام عليكم، وتيجي تكلمي يقول لي على قد فلوسهم. طب ما على قد فلوسهم، ما ده دخلك انت، صح؟ ما تكبر دخلك واشتغل، مش لازم الوظيفه، انزل السوق، مجالات السوق مفتوحه، سوق العمل كبير جدا. احنا على فكره في مصر عندنا سوق عمل كبير جدا. انا سمعت مره حد عايش بره مصر قال لي على فكره مصر دي فيها فلوس كتير جدا، كتير جدا. بيني وبينك انا بصيت له كده، يعني قال لي على فكره السوق عندكم مليان فلوس ومليان شغل، بس انتوا عندكم مشكله مش عارفين حد يوجهه. هقول لحضرتك عشان كده قلت لحضرتك اقول لهم دبي نصيحة. نفس الكلمه دي بتتقال لنا، انتوا عندكم كنز انتوا مش عارفين تستغلوه في حاجات كتيره. احنا عندنا دلوقتي مثلا قطاع السياحه استاذ محمد ماسكه، بس هي السياحه
يعني هادية شوية بسبب أحداث الكورونا والحاجات دي. إحنا السياحة عندنا كنز مش مستغلينه فعلا. صح صح. عندنا مشاريع كبيرة جدا، احنا تعدادنا كبير، احنا تعدادنا قد دول الخليج كلها مثلا. ما هو مستر محمد قال جملة عجبتني قوي، قال احنا ليه، لما حضرتك قلت احنا لما حد بيعمل بروجكت كله بيعمل نفس البروجكت جنب بعض، راح هو قايل ان احنا ليه مش بنعمل حاجات بنخدم فيها على بعض نشتغل. طب ايه رأيكم تقولوا لنا نصيحة؟ ما هي دي بقى الإدارة اللي هي محمد بفريق عمله بيشتغل فيها. النهاردة انا عايز انتج سلعة معينة، عجبتك الفكرة عايزة تنتجي نفس السلعة، طب ما ننتج سلعة انت تخدمي لي على السلعة بتاعتي وانا اخدم على السلعة اللي بعدي واللي بعدي يخدم على السلعة اللي بعده. وعلى فكرة كل احنا لو عملنا كده هنبقى دايرة واحدة، كله هيشتغل في كل واحد في مجال غير التاني، هنخلق فرص عمل كتيرة. فعلا بالزبط. صح صح. طيب احنا للاسف للاسف انا بجد ببقى متضايقه جدا ان الحلقه، عارف ليه؟ لان انا بحس ان انتوا يعني مش اسم اللي هو يلا نسمي مجموعه شركات، لا انا بحس ان انتوا ما شاء الله يا قطاعات كتير، فبحس فعلا ان الحلقه يعني بتخلص بسرعه. طب ممكن كده كلمه بس اخيره يعني من مستر محمد، ومستر محمد برده ونختم بيها الحلقه. نصيحه لكل الشباب، ابدا اشتغل، ما تستناش وظيفه. لو في دماغك فكره ابدا اشتغل عليها، ما تستناش ان الوظيفه تجيلك. انزل بس ما تقعدش على مكتب، انزل السوق، خبط في السوق فعلا، ما تقعدش على مكتب. مش عايزين شباب النهارده تيجي تقعد على مكاتب، لا صح. احنا عايزين الناس تشتغل بجد. طول ما انت قاعد على مكتب مستني مش هيحصل جديد. هو طبعا مستر محمد قصده ان احنا قاعدين على المكتب بنشرب القهوه بتاعتنا ونقعد نبص في الساعه، احنا معاد خروجنا من الشغل الساعه 3، هنقعد بقى نتكلم في الموبايل ونعمل حاجات ملهاش اي لازمه، او نشوف حجج ان احنا اصلا يعني نمشي بيها من الشغل. هو قصده موضوع ان احنا نقعد على مكتبنا كده. حاجه جميله فعلا. مستر محمد قول لنا كلمه كده اخيره نختم بيها. سوق العمل مفتوح، اللي عايز يشتغل هيلاقي سوق في سوق العمل. مجالات العمل كتيرة، بس هي عايزة الشباب يغير مفاهيمه فقط. أنا زي محمد بأيد حتة إن إحنا نغير مفاهيمنا، إحنا عايزين مش عايزين وظيفة، عايزين ننزل السوق نشوف السوق محتاج إيه وهنشتغل وهننتج. المهم الفكرة الجديدة، المهم الدماغ اللي تشغل المشروع الجديد. حاجة بجد جميلة جدا. إن شاء الله يعني يكونوا بجد في شباب كتير بيشوفونا، وإن شاء الله يكونوا بجد ركزوا كده في الكلام، لأن أنا عن نفسي بقتنع جدا بكلامكم. مستر أحمد حضرتك نورتنا. شكرا. ممكن تقول لنا كلمة يعني اتبسطت معانا، كلمة أخيرة. تمام. وكله برضو يمشي ورا حلمه، زي لما محمد قال ومستر محمد قال، لازم كله يمشي ورا حلمه، محدش يقف يستسلم لحاجة ولا حد يستنى وظيفة. يعني اللي عنده فكره يقدمها، صح، واللي عنده واللي عاوز يعني يسعى ورا حاجه هو يمشي ورا حلمه. حاجه حلوه قوي. خلاص احنا كده نطلع من الحلقه، وما اظنش ان في احلى من ان احنا نختم زي ما ضيوفنا طبعا قالوا، ان اي حد عنده حلم يمشي وراه، ولو في حد مش عارف ان هو ازاي يبدا باول خطوه يستعين بمجموعه شركات زين لاداره المشروعات. نورتوني وشرفتوني، ان شاء الله اتقابل في حلقه تانية. ان شاء الله. مشاهدينا هقابلكم على خير في حلقه جديده ونجوم على الهواء.